السلام عليكم خوتي المغاربة خواتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. كل شيء شاف مؤخرا هذا الضجة الإعلامية ما بين مصطفى الخصم وأبو زعيد. هنا غادي نجي بغيت نعطيكم أن بوان دو فيو سبورتيف، يعني واحد تحليل رياضي المحايد، يعني ما غنجي لا من أبو زعيد وما غنجي لا من مصطفى الخصم. الواقع غنقول انا كنعرف مصطفى الخصم، مصطفى الخصم من بعد ما دخل من المانيا كان دخل المغرب، كان جا كيتريني في النادي الملكي بالرباط والنادي سيتانجيم بالرباط في اكدا، يعني اللي ماليهم خوت ديال الهلاليين. دونك كان كيتريني معايا، ترينينا اونصومبل شحال من مره، كنا في المنتخب الوطني المغربي يعني اونصومبل، يعني كنعرفو مزيان. هذاك السيد بطل عالمي، هذا الواقع. اللي بغيت نقول لكم انا كنختلف معاه في عده اشياء. هو ملكي كيقول عاش الملك، الاخر حتى هو راه عياشي صاحب الملك. دونك فوالا، انا هنا جيت نناقشهم في الرياضه. القضيه ديال الكومبا، الكومبا كانت ما فيهاش زعما ما كانش فيها تحيز للكندي ولا شي حاجه من طرف الحكم. ديك الهضره اللي تقالت من يعني من ليكيب ديال ابو زعيطر، هذيك هضره خاويه، هذيك هضره ديال بنادم ما راضيش يخسر، ديال لي موفي بيردون، ديال ان لا راه العنصريه، لا راه الاربيط كان معاه، لا راه الدين تخربيق. هادشي هادشي ما فيه لا دخل فيه لا الدين ولا العنصريه ولا شي حاجه، لان كون كانت الخوت العنصريه والدين كما قالوا حيت قالوا الله اكبر وداكشي، علاش ما وقفوكمش؟ لان العنصريه كاع يوقفوكم، يحبسوا لكم الكونترا. دونك هذا كيتسمى النفاق، هذا كيتسمى الكذوب، هذا كيتسمى بنادم ما عادش يقول الصراحه. صافي سالينا، خسرتي كليتي قتلت العصا، يا با بروبليم، راه عاديه راه عاديه، راك تو با انفانسيبل، راه كلشي كيربح كلشي كيخسر، هذه هي الرياضه. دونك الا ما كنتيش غتقبل اوليدي لا كريتيك، وكنقولها لك من هنا بعدا، اول حاجه كما قال لك مصطفى الخصم ماشي بطل عالمي، هذه راهم ماشي ابطال العالم، باش ما يبقاوش يكذبوا على المغاربه. هما دي كومباتون، كيتسموا دي كومباتون، كتربح ماتش صافي وانت غادي. وهاد الماتشات اللي كيلعبوا مع اليو اف سي ماشي الماتشات الكبار، باش نكونوا عارفين لي ماتش ديال لافيش الكبار اللي كيكون مثلا جوج ديال لي ستار اللي لاعبين، مثلا حبيب، مثلا ماكغريغور، مثلا يعني فهمتيني اندرسون سيلفا، ملي تيكونوا دوك الماتشات الكبار تيكونوا قبل، باش قبل ما كيوصل داك الماتش الناس كتفرج في ماتشات، كاينين ماتشات صغار كيبداو هذا، ومن تما كيبدا يطلع النيفو ديالهم، يعني ماشي كنحقروهم ولا شي حاجه، بالعكس مزيانين، لان كلشي كيبدا من الصغر، يعني كيبداو من هاد الماتشات الصغار باش غتوصل واحد النهار حتى تجي في التيت ديال لافيش. ولكن اذا كانت عندك لا غروس تيت انك ما قابلش لا كريتيك وما قابلش هادشي، راه ما عمرك غادي توصل اوليدي تولي بطل عالمي، ما عمرك غتوصل تربح ديك لا سانتور، باش نكونوا متفاهمين عليها. دونك لا كريتيك اللي دار ها هي هنايا، كما نخليكم تسمعوها. باين سيد ما مبريباريش، ما كاين حتى مشكل، وهادشي كان كيطرانا كاملين. كلشي اللي كان كيلعب هاد فن الحرب كيقد ياكل العصا ويربح، وياكل العصا صحيحه وعاوتاني ياكل العصا قليله شويه ويخسر ويربح، هادشي عادي، كلشي عادي هاد في هاد الرياضه، كلشي نورمال. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش انا هي ميخوه عثمان ميغال بينا خوه راه بالنسبه له هو راه ربح، وكان ربح الروند الاولى والروند الثانيه 10 تسعود، والروند الثالثه الاخر اللي ربحها شويه 8 10 الاخر، هو خسر با كاو ماشي با بوينت، ما تحسبناش لي بوين. حنا شفنا، حنا عندنا عينين وشفنا شنو كاين، شفنا ابو بكر ما كانش متريني، الاخر كان اونفون، داكشي علاش كليق ثلاث لحصه. ثانيا اللي غنهضر، ما تدخلش راسيسم وما تدخلش الدين في الرياضه، باش قلنا الغيفيغي راه ديك المره مي قلتي الله اكبر والحمد لله، غيفيغي ما عجبوش الحال وشدها معاك، هذه هضره خاويه.
هذه الهضره ما تدخلش الدين والعنصريه في الرياضه. لاتكم السر الماتش عبو باك خسر كاو باسكو ما كانش متريني. هادشي اللي كاين، ما كاين لا غاسيزم لا دين. والسلام عليكم. دونك كيف ما شفتوا هذا الكريتيك اللي قال مصطفى الخصم من حقه، وانا متفق معاه 1000 مليار% لا كريتيك من حقه يقول شنو كيبان له. سيد بطل علاني، سيد سبورتيف، من حقه يكريتيكي صافي. قال شنو كيبان له الماتش. ايه وانا موافق على هذا الشيء. كنقولوا حتى انا الكندي بيناتنا باش نكونوا بوضوح، عطى قتله لابو زعيطر عاديه. دونك الكندي كان عنده توب شيب، واقف متريني مزيان، مجد مزيان، السوفل كان عنده مزيان، لا كونديسيون فيزيك كانت كثر. دونك هنايا ابو زعيطر بان عيان ناقص، لان لا كونديسيون فيزيك كانت عنده ضعيفه، ما كانش متريني مزيان. النقط الوحيدين اللي هما خطيرين واللي مشى الاخ ديالو كيركز عليهم، يعني ليكيب ديالهم ديال ابو زعيطر، وخاصه الاخ ديالو اللي قال التصريح اللي كان قال، تيقول على اساس انه لا راه طرا واحد الخطا وطاح هذا لو بروتيج دون وما وقفوش لابيض وهذا. شوفوا باش نقول لكم الخوت، باش ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا، لو بروتيج دون كيطيح في حاله واحده، اذا تضربتي جاتك شي ضربه ولا شي حاجه كيقدر يمكن له يطير مع لا فورس ديال الضربه، كيقدر يطير لك البروتيج دون. فهاد الحاله كيوقفك لابيض ياخذ. فهمتيني؟ الا جاتك شي ضربه مثلا تزويتي ولا شي حاجه، تقدر تزوى ولا شي حاجه، يقدر يطيح لك عاوتاني، كيقدروا يطراو الا خديتي ان كو. هنا في ديك الوقيته هو ما كانش خدا دي ان كو ولا شي حاجه، في ديك الوقيته لاح البروتيج دون. هنا كاين الغش في وسط الماتشات، القوالب ديال الكومبات. شنو كدير ملي كتكون كليتي قتله، كتكون عييتي السوفل عييتي، كتجيك مثلا شي ضربه هنايا كدير بحال راه ضربك لتحت، هذا الشيء هذا بحال دابا كتلوح البروتيج دون باش تربح واحد شويه ديال الثواني، حيت ملي كتلوح البروتيج دون غادي يوقفك الاربيط ويقدر يغسلو وكذا، يعني كتضيع واحد شويه ديال الوقت باش كترتاح. ولكن راه في نفس الوقت كتقدر تاخذ على انذار، وفي شحال من كومبا بنادم كيلوح البروتيج دون كيشوفو الاربيط ولا هذا كيعطيه انذار عليها، لانك كتبغي كتغش. دونك يعني كاين هادشي ديال الغش باش كتربح واحد شويه الوقت باش كتفول، لانك تكون حسيتي براسك دخلاتك العصا وتقدر تكون غطي حكاو في ديك الوقيته. دونك هادشي ديال الاربيط وهادشي ديال هذا ما كاين منه والو. الكومبا بصريح العباره كانت مزيانه، الحكم كان داير الخدمه ديالو مزيانه. هنايا كما قلت لكم انا ما كنجي لا من ابو زعيطر ولا من مصطفى الخصم، كنقولوا الواقع، كنعطيو التحليل كرياضيين. الا ما كنا نقدروا ما يمكنش الخوت، راه ما يمكنش بحال هذا النوع ديال البشر اللي ما غيقبلش يعني لا كريتيك. والمشكل خطيره، وراه ماك تايزن اللي يعني من يعني بطل عالمي كبير كيقبل لا كريتيك، ومحمد علي كلاي كان كيقبل لا كريتيك، ونمشيو للفوت واليون هذا ليونيل ميسي كيقبل لا كريتيك، رونالدو كريستيانو رونالدو كيقبل لا كريتيك. ما عمرنا شفنا سب شي واحد. وراك شفتو مؤخرا في الماتش ديال بدر هاري ياك خسر ومع ذلك وقبل لا كريتيك، ما قالش انا لا وهادي ونسب بنادم ونعيط، نو نو، قبل الخساره وقال غادي نمشي نتريني كثر وغادي نرجع. وهذا هو لو سبورتيف، عادي تخسر راه عادي، راه يعني الحماق الخوت باش ان بنادم يوصل انه يخسر وواحد يعطي لك كريتيك ويعيط لك ويسب لك الام ديالك. ابو بكر عيطتي لي دابا عاد وكتسب لي في التصيله في مي في الدين في كلشي ما خليتيش، قلتي غتوريني غتربيني غتقول لي. اولا انا ما قلت حتى حاجه اللي ماشي هي هذيك، حضرت عادي داكشي اللي كاين قلتو، ما سبيتك ما هبطت بك ما درت والو. كليتي قتلات العصا باينه، كليتي قتلات العصا حيت قلت لك ما ترينيتيش. هذا الشيء هنا اللي كنوصلوا ليه وكنقولوا، يعني اي واحد كيتقرب من الملك محمد السادس كيولي داير لنا فيها عنتر بن شداد وداير لنا فيها فرعون. دونك هنا كنشوفوا لو نيفو محمد السادس مدور حداه، راه كنعرفوا شنو مدور به، مدور به المجرمين الجلادين النصابه والشفاره. وانتم هذا دابا واش هذا سبورتيف؟ هذا دابا واش هذا ان سبورتيف؟ فين هو ليسبري دوز؟ فين هي ليسبري سبورتيف؟ فين هي
فين هي زعما الاداب ديال الرياضه باش تحرك بنادم تسبلو الام ديالو وتهجم عليه وبنادم بطل كبير بطل عالمي يعني ما احترمتي حتى شي حاجه ما احترمتيش البالماريس ديالو ما احترمتيش السيد شنو قال لك واش سبك واش مصطفى الخصم سبك واش مصطفى الخصم عاير لك امك دونك ما يعني ما جاتش دونك فوالا دونك الواقع انا اللي خرجني نهضر هو طلبوا مني بزاف الناس هاد اليومين وكيصيفطوا لي الناس يعني الميساجات وهادشي انا كنقول لكم يعني بصريح العباره ها شنو وقع مصطفى الخصم كنعرفو الكندي كنعرفو ابو زعيطر ما كنعرفوش كنعرف عليه في لي كومبا وداكشي ولكن هنا ما دار فيها حتى شي حاجه يعني كلا العصا والمشكله الخطيره هو انه ما عندوش الروح الرياضيه دابا هنا كاين واحد الحاجه اخرى هو اي واحد كيتقرب من الملك كيولي يدير فيها فرعون على المغاربه هنا الخطوره في الامر هو ان الصحافه الصفراء الصحافة المرحة الصحافة المقربة من القصر على راسها 360 هنا لو 360 كاتب عليا قال لك اسيدي انا كنت مخبي ما كنبغيش نقول هاد ليكسبلوا اللي ربحت ما بغيتش نهضر على هاد لي كومبا اللي لعبت في الالتيمات فايتينغ وقال لك اسيدي هاد السبور هذا السبور ديال المجرمين هذا السبور ديال لي فوايو وهذه رياضه يعني ممنوعه في عده دول وشوفوا هذا زكريا المؤمني ها هو كيلعب هذه الرياضه وكيدير هذا الشيء وكيتهجموا عليا وكما العاده يعني وهنا نفس الجريده لو 360 كتمجد وجايبه لنا ابو زعيطار ومستقبلو عماد تي في ودير معاه حوار وكيمجد به بطل عالمي ما بطل عالمي كيهضروا على هذا الام ام اللي انا كيعايروني بها وكيقولوا على اساس انها ممنوعه وانها ديال المجرمين وهما كيمجدوا به وبطال وهذا لان هنا كنشوفوا النفاق وكنشوفوا ان الابطال العالميين الحقيقيين كيبغيو يبداو يشهروا بهم وان الابطال المزيفين اللي السيد ما بطل العالم ما حتى شي حاجه كيبغيو يردوه بطل وراه هنا يعني هنا فين كنقول لكم يعني الدوله هذه ما كاين لا قانون ما كاين لا رياضه ما كاين حتى كاين غير الملك وصحابي باك صاحبي مك صاحبتي وهذا ومدورين داكشي بيناتهم وصافي وانتم كتشوفوا المستوى ديال هاد خينا هذا وكتشوفوا كيفاش كيتهجم على الناس وكيسب الناس دونك فوالا حاجه اخرى اللي غادي نجيو ليها الخوت هو من هنا كنقول ابو زعيطر الا كنتي فريمون سبورتيف الا كنتي باغي واحد النهار فعلا توصل تولي بطل العالم اوليدي خاصك تهز الساك في كتافك وتمشي تريني واول حاجه خاصك تحيد لك لا غوستيت صغر راسك وخاصك تطلب اعتذار اعتذار اول اعتذار اولا من البطل العالمي مصطفى الخصم وثانيا من الشعب المغربي على هذه الشوهه اللي درتي وخاصك تحني راسك وسير اوليدي تريني وهذا وديك الساعه يمكن لك تعاود يمكن لك تعاود تكسب الثقه ديال الناس وخاصك وترجع يمكن لك تمشي تكمل في السبور ديالك اما بهذه الطريقه هذه ديال العجرافه وهذا الشيء وزعما راك انت اللي كاين وهذا هذا الشيء تصاور راه ما خدامينش انستغرام راه ما غاتنفعكش انستغرام وهنا وهادي وتصاور وهنا وانا صحيح ونغوت ونسب بنادم راه ما كاينش هذاك الشيء ها هو شدك الكندي عطاك قتله ديال العصا دونك باش نكونوا واقعيين واقعيين عاديه سير هز كما قلنا لك الساكي في كتفاتي لونطريمون حيد عليك من الخوا الخاوي حيد عليك نقص عليك من التصاور تريني تكونسونطرا وحيد عليك لا راه الدين لا راه قالوا لي الله حيت قلت الله لا راه قالوا لي حيتاش انا عربي ما هادشي هذا راه خدامش ما واكلش ما واكلش ما واكلش راه كنشوفوا كما قلت لكم راه حبيب فاش كان راه كيقول لهم الله اكبر وكل شيء وراه ربح وعطاو السانتور ديالو وصل وصل ما كاينش هادشي التخربيق هذا حيدوا علينا هاد الخوا الخاوي حيدوا علينا هادشي ديال التمغربي الخاوي غير هذا ولا راه قال لي لا راك تواكل وراه تسممت ولا طرا نو كاين ربحتي كاين ترينيتي كاين خسرتي السلام عليكم ما كاين لا فوت لا ديال الاربيط ولا ديال صاحب الاربيط ولا ديال هذا لا فوت ما كنتيش ما كايناش حتى لا فوت سي ميم با لا فوت اصاحبي لا فوت ما كايناش باسكو راه ديما كاين واحد كيربح واحد كيخسر ماشي لا فوت راك استفدتي فداك الماتش اصاحبي راك استفدتي سي سا اصاحبي ما بغاش تدخل لكم لعقلكم اصلا ميم با اون فوت راك استفدتي راك كليت واخا كليت قتله استفدتي استفدتي هو انك كتقول خاصني ندير نكسر كان هذيك كان صحيح عليا كان تريني عليا كان توب شيب عليا كان مزيان دونك خاصني نتريني كثر باش نعاود نربح صافي سالينا دونك فوالا الخوت نتمنى كما قلت له يراجع نفسه ويعيط
يعيط لمصطفى الخصم يطلب منه اعتذار ويدير اعتذار للشعب المغربي وفوالا وهذا الشيء راه كيوقع ونساو هذا الشيء ونطلعوا ونكملوا في السبور باش كل واحد يبين المستوى ديالو ويكبر وهذا وباش نكونوا زعما زعما الروح الرياضيه كتبغي هكا ما كتبغيش السبان وهذا الشيء راه ما غادي حتى شي حاجه دونك فوالا نتمنى لكم اخوتي يوم مبارك موعدنا نهار السبت موضوع مهم وجد جد جد هام دونك نتمنى لكم يوم مبارك السلام عليكم مع السلامه